شارك حال شباب، معكم شركيال وشركة كيج، لكم فيديو جديد. طيب شباب، ادري وضع القناة حاليا الفترة الاخيرة شوي ميت، ما قاعد احمل كتير فيديوهات لسبب اني عندي ترم اللي هو الشتاء نفس الصيفي بالجامعة، فيكون في مضغوط شوي لانه يكون في مادة واحدة واللي بنخلصها بشهر، فدكاترة يسلخونا كل شيء. فمشان هيك حاليا شوي سحب على القناة، بس عندي مجرد ما يخلص الترم او ان شاء الله من هالاسبوع راح ابدا بتغيير كبير في القناة، راح تشوفوه قريبا. اللي متابعني على تويتر عارف عن شو قاعد اتكلم، ولا الموضوع ما راح اسعف فيه على الزومبي، راح تشوفوا لما اسوي التغيير راح تشوفوا شو وضع القناة الجديد. المهم يا شباب، قبل ما نبلش بالفيديو شيء بسيط حاب احكي لكم، انه اليوم الساعة 8 بالليل بتوقيت الامارات، 7 بالليل بتوقيت السعودية، راح اسوي بث مباشر على قناة انفيديا الشرق الاوسط، فراح تلاقي اللينك موجود بالوصف. فراح العب فيه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 على البلاك اوت، وراح اوزع 3 اكواد كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 على البي سي. فاظن كلكم 90% منكم او 99 اللي متابعيني عنكم كول اوف ديوتي، عنكم اياها على البلاي ستيشن. فتعال وشارك او شوف البث، ويعني فوت الفرصه لتربح نسخه على البي سي. اذا عندك بي سي تحملها، او اذا ما عندك تعطيها لاي احد من اصحابك يلعب على البي سي. فيلا خلينا نبدا موضوع فيديو اليوم. اوكي، فيديو اليوم راح يقرون فيه اخر اخبار الزومبي، فراح اتكلم عن الحزمه الثانيه، هل هي ماب الاغريق ولا نيوك تاون، وراح اتكلم عن التور جونتلت المابات الجاي، وكمان عن شيء جدا رهيب راح تشوفوه بالنهايه. طيب اول شيء عن تور جونتلت، تور جونتلت نزل حاليا لماب فويجر ديسبير، للحين ما خلصته، وصلت راوند 24، للاسف صعب الصراحه، صعب. راح ان شاء الله اسوي بث بكره او بعده نحاول نخلصه. فالمهم تسربت اسماء تور جونتلت لباقي المابات. طبعا لماب فويج اوف ديسبير كان مو اسمه جونتلت فويج اوف ديسبير، لا كان اسمه ان سينكبل اللي هو الغير قابل للغرق بالعربي او شيء من هالكلام، فانه سفينه وتايتن او شيء من هالكلام. فالمهم طلع لماب تسرب لماب بلود اوف ذا ديد كان اسمه هيل كتراز. اللي ما يعرف بلود اوف ذا ديد او موب اوف ذا ديد موجودين بجزيره القطراز، اللي هي جزيره موجوده حقيقيه اللي هي فيها سجن موب اوف ذا ديد. فالمهم اسم الجزيره القطراز، فانه مسمينها هيل كتراز، انه اسم القطراز ومعها نار او نار جهنم، فانه يعني داخله على الجو الصراحه. بعدين عندنا لماب اي اكس اسمه فيندي زومبيز، صراحه ما عندي اي فكره شو فيندي، اظن شيء له علاقه باللغات القديمه انه اي اكس شنو الكلام. بعدين الكلاسيفايد اسمه ديث كون، طبعا اللي ما يعرف كلاسيفايد بتفعل خمس ديفكوهات او خمسه ديفكون لتروح للباك بانش ديفكون 1 ديفكون 2، لما توصل ديفكون 5 تروح على الباك بانش ديفكون اللي هو يستعملوه الاف بي اي الامريكيه او التحريات الامريكيه، انه لما يكون في حاله خطره او شيء هيك يعني بكلمه ديفكون، فانه مغيرين ديف حاطين ديث، فاي يعني صراحه شايفها حلو كمان ديفكون. وديد اوف ذا نايت اسمه ديد اوف ذا نايت، ما ادري التسريب طالع ديد اوف ذا نايت ما راح يتغير اسمه، راح يكون نفس اسم الماب. فاي هذا الخبر الاول. الخبر الثاني، الماب الثاني راح يكون بالاغريق ولا راح يكون بنيوك تاون الحزمه الثانيه. الحين شفنا مقابلة جيسون بلندل، سويت عنها فيديو، إذا ما شفته راح تلاقي بنهاية الفيديو موجود صورته. فبهذاك الفيديو حطيت كل الأسئلة أو معظم الأسئلة اللي سألها جيسون بلندل وجاوب عليها بالكيو إن إيه اللي عمل الأسبوع الماضي. وواحد سأله ممكن تعطينا أي هنت للحزمة الثانية، فقال لا ما أقدر أقول أي شيء، هذا الكلام السوشيال ميديا كله إغريقي بالنسبة لي، هذا اللي بالحرف اللي قاله جيسون بلندل. فالناس كلهم أخذوا كلمة إغريقي وقالوا أيوه الماب الجاي راح يكون بالإغريق، لأنه ماشي جدا كويس مع قصة الفوضى. قصة الفوضى كلها مبنية على أربع آلهة، وواحد من الآلهة اللي هو زوس اللي هو إغريقي، فإي يعني جدا واضح إنه الماب الجاي راح يكون عن زوس وراح يكون بالإغريق. وإي أنا معاكم مع هالكلام، بالذات إنه أصلا شرح السيزون باس أو البلاك أوبس باس تبع بلاك أوبس 4 كاتبين إنه تابع رحلة سكارلت لتلاقي ابوها مع اربع مابات زومبي قادمه. فمن البلاك اوبس باس اصلا كاتبين انه الحزم كلها راح تكون لقصه الفوضى. طيب شو وضع المسرب او مو مسرب، الواحد اللي جرب اللعبه واللي كان مشتغل بالشركه وطلعوا حكى لنا انه هو لاعب نيوك تاون زومبي ومتاكد انه راح تنزل 100%، وناس غيره من المشهورين انه يسربوا اشياء كلهم اكدوا انه ماب نيوك تاون زومبي جاي، وقالوا انه المفروض يكون الحزمه الثانيه او المفروض يكون قبل الحزمه الاولى اصلا قبل ديد اوف ذا نايت. فشو وضع نيوك تاون؟ فالناس قاعدين الحين يتوقعوا انه شكل الشركه راح تنزل مابات لقصه الايثر مجانيه، فنيوك تاون زومبي ما راح يكون من ضمن بلاك اوبس باس، راح يكون مجاني للجميع. فايها صراحه شيء خرافي لكثير اشياء. اول شيء اللي ما عنده بلاك اوبس باس راح يلعب شيء لقصه الايثر اللي هو الشيء اللي نهتم له الصراحه،
وغير هيك شيء مجاني، فرح تلاقوا اعلان رهيب مع كاتسين مع كل شيء للماب، لانه اكتيفيجن الحين نظامهم الجديد اي شيء مجاني نبي ننشره عشان يورجوا الناس انه ايه نحن عنا اشياء مجانيه ترى، مع انه هو في اشياء بفلوس، بس يعني اسلوب ماركتينج جديد قاعدين يعملوه. فايه هذا اول دليل انه نيوك تاون زومبي راح ينزل ان شاء الله يكون مجاني، بس راح يجي نيوك تاون زومبي وراح يكون متاكد يا قبل الحزمه الثانيه يا بعدها، المهم راح ينزل هالفتره جدا قريب، لانه الممثل اللي يسوي دور تاكيو مو مؤدي الصوت، في فرق بين الممثل ومؤدي الصوت. مؤدي الصوت اللي يسوي صوت تاكيو ما له علاقة، قاعدين نتكلم على الممثل. هالممثل شو يسوي؟ يجيبه على الشركة يحطه على وجهه وجسمه كله أشياء غريبة اللي تكون متوصلة بالكمبيوتر، وبعدين على حركات جسمه ينقلوها على اللعبة وبيسوي منه شخصية تاكيو. فهذا هو مثل ما شايفين حاط صورة إله على تويتر، كان ماسك سلاح ويعني قاعد يصور كاتسين ملابس البدلة اللي ياخده الموشن تبعه، فجدا واضح انه قاعد يصور كاتسين او اعلان وكاتب تحت تاكيو، فجدا واضح انه قاعد يصور كاتسين، وهالصورة حطها من اسبوعين، فيعني المفروض الحين يكونوا مخلصين من الكاتسين. وعلى حسب خبرتي يعني او يعني اتوقع ان الشركات تسوي الكاتسين بس يخلصوا من الماب، بس يكونوا مخلصين كل شيء من الماب ومضبطينه، يقولوا يلا خلينا نعمل اخر شيء اللي هو الكاتسين، فانه الكاتسين يعملوه بس يكون الماب جاهز. اتوقع ما ادري انه مجرد توقع، فاظن انه فعليا ماب نيوك تاون جاهز او شو، يمكن ما يكون نيوك تاون، المهم انه ماب لقصه الايثر في شخصيه تاكيو الكبير او الصغير، بس اظن هيكون نيوك تاون على حسب التسريبات اللي طالعه. اخر شيء طلعت من مو تسريب، شيء حطوه كول ديوتي على موقع خاص فيهم لمعلومات عن بلاك بسور، وهيك حطوا شيء عن اغاني اللعبه كلها، انه كل الموسيقات اللي تسمعها باللعبه موجوده بهذا الملف او بالشيء اللي تشتريه. فالمهم بهالشيء كان في اغاني الاربع بركات اللي عنا اياها بالنسبه لقصه الايثر اللي تشوفهم ببلود اوف ذا ديد وكلاسيفايد. اي كل ماكينه من البركات كان لها غنيه مختلفه عن الثانيه، بالضبط نفس القصه مع بركات اللي نعرفها طول عمرنا من بلاك اوب 3 وتحت. فللاسف ما ادري ليش الشركه اخر شيء غيروا رايهم وحطوا غنيه واحده لكل البركات اللي هي هي بس تسمعوها بس تشرب اي بيرك. هاي اللي تسمعوها بس تشرب اي بيرك، فكان لكل بيرك لكل ماشين له غنية، مو كل بيرك عفوا كل جهاز، في الجهاز الازرق الاصفر الاحمر والاخضر اظن، كل واحد منهم شو البيرك اللي تحطه عليه له غنية معينة. صراحة كان شيء رهيب، يذكرنا شوي بايام بلاك اوبس 3 بلاك اوبس 2، بس ما ادري ليش غيروا رايهم وحطوا غنية واحدة لهم كلهم. فهلا راح خليكم مع الاغاني كلها تسمعوها. فيا شباب هنكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى لا تنسوا تنقلوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالكومنت شو رايكم بالاغاني هاي، وإيه بس كان معكم شركية وشركة كيشكم دي هات تاني ان شاء الله، مع السلامة. The old man Pringle, well, he sat up in his bed. He said, oh my stars, there's an idea in my head. Don't know how it works, but it'll give you lots of perks. It's dangerous and glowing, Wonderfizz. You won't know where you're going, Wonderfizz. You drink yourself plenty of Wonderfizz. It'll make you change them. Wonderfizz is banned in 6 states. Are you in the know? I think so, yeah. You wanna go, go, go? That sounds swell. What'll make you whiz? Taste every quiz. Be the boss of the biz. What'll do that? Wonderfizz. What'd you say? Incredible Wonderfizz. Where can I get some? Sensational Wonderfizz. Should it be foaming? Wonderful Wonder. Oh. Fizz. Yeah, 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 yeah. Wonderful Wonder Fizz. Yeah, it'll make you tingle. Wonderful.
wonderful wonder is, wonder is, is. What's that? It's wonderful wonder, it's wonder fizz. What's it called? And if you don't know what that is, I don't. It's wonderful wonder, it's wonder fizz. Oh. It's a soda pop that'll never stop, and it'll make you say, gee whiz! Wonderful wonder, it's wonder fizz. What's that? Wonderful wonder, it's wonder fizz. What? Wonderful wonder, it's wonder fizz. One more time. Wonderful wonder, it's wonder fizz. Hey, it's wonderful wonder fizz. Wonderful wonder fizz. It'll make you sicker. Makes your hair full and thick. Say, that's quite a trick. Makes you muscle that strong. More right than wrong. Scores are soar. Brains galore. It'll straighten your tie. My oh my. Will improve your IQ. Better than 102. You'll be a real man. She's talking about me, man. Be more popular at parties. More unstupid smarties. Clear up your pimples. Those are dimples. Wonder Fizz is more than a soda, but no one really knows what Wonder Fizz is. Wonderful Wonder Fizz soda. Wonder Fizz may cause anal fissures. Sexual side effects in men and women may cause elephantitis of the uvula. Do not operate heavy machinery or consume pork or dairy products immediately after consuming Wonder Fizz. And if you're over 50, please consult your physician before enjoying the wonderful Wonder Fizz family of sodas. Wonder Fizz is more than a soda, but no one really knows what Wonder Fizz is. Wonderful Wonder Fizz. It'll make you tingle.